اي نعم. لا انت كوسيط عقاري شو تفيدك الاتصالات اللي تسويها كل يوم؟ خلينا نفترض انك اتصلت حق 100 شخص، ومنها ال 100 20 اللي ردوا عليك، ومنها ال 20 10 اللي قدرت تحدد معاهم موعد، ومنها ال 10 واحد بس اللي قدرت تسكر معاه ديل، يعني نسبه نجاحك هي بس 1 بالمئة. وعلى فكره هالنسبه تدعمها دراسه لمركز بويلر للابحاث، واللي تقول تكلفه هالاتصالات العشوائيه 60% اكثر من طرق التسويق الثانيه. وحتى لو انك تستفيد في الوقت الحالي من هالاتصالات، هالفايدة راح تقل كثير على المدى البعيد، وخاصة لو انك في الامارات. بس اسألني ليش؟ في الامارات نسبة ملاك العقارات من جيل الالفية تتجاوز 26%، وفي هالجيل اللي ما تعرفه يمكن انه يكرهون شيء اسمه اتصالات وتلفونات. وخلنا نحسبها منطقيا، نسبة ملاك العقارات من هالجيل راح تزيد، سواء كان الموضوع متعلق بوراثة او لانهم وصلوا لعمر الاستقرار المادي وصارت عندهم المقدرة على الشراء. ولما نسبتهم تزيد راح تنقص نسبة نجاح اتصالاتك. ليش؟ لأنهم يكرهون الاتصالات. وهالموضوع ما يوقف هني بس، هالاتصالات صارت مزعجة لدرجة أن حكومة الإمارات بدأت تدور على حلول عشان توقف هالاتصالات، ولقت أن أغلب الناس منزعجة من هالاتصالات، ونسبة الناس اللي ما يبغون تنباع بياناتهم هي 63%. وبدأت الإمارات تنظم هالموضوع، مثل أن تحط شروط للاتصال، وأيضا عدم الاتصال أصلا في الناس اللي مسجلين أساميهم في قائمة عدم الاتصال. ومو بس كذي، بدأت تفرض غرامات على الشركات اللي تخالف شروط الاتصال، وعلى فكرة أغلب هالشركات هي من المجال العقاري. وهالغرامات تبتدي من 50,000 درهم وتوصل ليل 150,000 درهم، وبعض الشركات ممكن تنسحب تراخيصهم إذا تكرر الموضوع. أما المستفيدين من هالقرار هم 2، الناس اللي تنزعج من الاتصالات وأنت كوسيط عقاري بعد. بس شلون؟ بدال الوقت والفلوس اللي قاعد ضيعها على هالاتصالات اللي خصوصا على ناس مو مهتم بخدماتك، العملية راح تكون منظمة ونسبة نجاح الاتصالات راح تكون أعلى، لأن هالاتصالات راح تكون موجهة للناس اللي مهتمة بخدماتك ومو موجودة أساميها على قائمة عدم الاتصال. بس في النهاية انت قل لي شنو الطرق اللي ممكن تفضلها؟